جهه ما تدريش ما تريش مخك معوج يكونترول ايه كبر لوج. الو الو سندرجست تاع اي اف ام معك. الو عسلامة. شكون انت؟ شكون انت؟ اسمعني انا تاع كنت خليفرا ذكرتني. وينك نستناو فيك يا اخي؟ شبك انت ورشيت؟ اي راني من زبت نجي اليوم مش نسجل حلقة بالتليفون. اوكي باهي برا واليوم مش نحكيو على التليفون زاد يسكت عاد ايه ما تسيحش نشكي بك عند عرف. اليوم مش نحكيو على التليفون. التليفون هي من وسيلة اللي قربت الناس لبعضها. باه كيفاش تطلب؟ اهلا اهلا بيك لاباس المنظر ولد عمك ركبنا تليفون. باش نعدي لك اختي اجي كلم ولد عمك. اسمعني ما سلمش عليه بالبوس بلاش بوس كلمه اختي. وعرفت الناس ببعضها زاده. الو ما قداش ناخذ بالخب. الو ويشكون معايا؟ شني ماما هذه؟ عسلام. الو انا اسمي باديس عمري 14 15 16 ماش وبالتاكسي فور. وانت منين؟ وباز رينا ناس سهرة في التاكسيفون بريد التاكسيفون فيه. وي سبا بيبي هاني حتى ما توحشتك زاد. وي محمد المية تبلعت راهي. سبا بيبي ليش ليه في الدار قاعد في الدار؟ بسي ولي المية تبلعت. ليش مية تبلعت؟ ليه هم في عبيت الشارع تعيط. سبا انت وباز كلكم لعبتوا لعبة تطلب اي نومرو باش تبولد عليه وتعلق فيه. الو الو قولي شكون؟ شكون؟ بوكانو. باش نرجع شوية في التاريخ. بريود اختراع التليفون سي غراس أليكساندر غرام بيل كو التليفون تخلق. أليكساندر كان انفونتور وانجينيور وسيونتيفيك أصله انجليزي مولود في اسكتلندا ومجنس كنديا. كان من هو صغير مغروم بالموسيقى وتعلم وحده البيانو ما غير لابروف لكتب حاسيلو كان يعزف هو في عروسات تاع العائله. الكسندر عملنا ضربه عجبنا عصابه. زيدا كان يحكيو عليه صاحب نكته. الكسندر سامحني كان قلقتك مره اخرى ايش منك بحضايا فصوب شوي. كيم تاعو حبو لامو خلاه يمشي لعز يونيفرسيتي في لندن ويتبع القرايه في الصم والبكم خاطر امه كانت ما تسمعش. في 1872 حل مكتب الجماعة اللي ما سمعوش وكان يحب يبدل لي في سونوف بشحنات الكهربائيه باش يعاون الجماعة اللي ما سمعوش. وهذا الاختراع جاء منه تليفون في 1877 وبعد قرر باش يبدل الدومين ويتلهى بحاجات اخرى كيما البيلوتاج والبلونجي سوماغين. ابارامون تليفون شي قصاي. نقول لكم بالسلامه قبل ما يقصاي. تشاو تشاو باي. جهه ما تريش مخك معوج يكونترول ايه في برا لوج.